استقبل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في ديوان سمو ولي العهد هذا اليوم وفدا يمثل المنظمة الهندوسية الاجتماعية الروحانية، يرافقهم وفد من مستشفى البحرين الدولي. في بداية اللقاء نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لأعضاء المنظمة وتقدير جلالته للجهود الطيبة التي يبذلها أعضاء المنظمة وما يقومون به من في المجالات الاجتماعية والإنسانية ونشر قيم الخير والمحبة والتسامح. وأكد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله أن مملكة البحرين تفخر بأنها تحتضن الجميع وتعتبر نموذجا للتعايش والمحبة بين الأديان والمذاهب على أرضها الطيبة، مشيرا سمو إلى أن البحرين وكما عرفها الجميع ملتقى للأديان والحضارات ومركزا للتواصل والتسامح منذ عصور طويلة، وذلك لما اتسم به شعب البحرين من روح المحبة والترحيب بشتى الديانات والمذاهب والمعتقدات الأخرى انطلاقا من وعيه وتحضره وتواصله مع الجميع. كما أشاد سموه بالجالية الهندية ومساهماتها في بناء نهضة البحرين منذ أعوام طويلة. من جهتهم عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتشرف بمقابلة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وحسن الاستقبال، معربين عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لما تلقاه المنظمة الهندوسية الاجتماعية الروحانية من رعاية ودعم متواصل، منوهين إلى ما تتمتع به البحرين من تعايش بين جميع الديانات والطوائف والمعتقدات، وهذا بفضل الحضارة التي تسخر بها البحرين منذ القدم والرقي الذي وصلت إليه مملكة البحرين.